نحن كنادي الرحمه جايين لحتى ناخذ نقاط الثلاثه باذن الله، لاني منافس هو منافسنا المباشر، وباذن الله اذا اخذنا المباراه هي رح نقطع شوط كبير للدرجه الثانيه تيسير الله. مباراة اليوم مفصلية بالنسبة لنا، مباراة مهمة، يعني احنا اليوم عم نلعب على الصدارة، بإذن الله حضرنا المباراة منيح، في عنا بعض الإصابات، بإذن الله رح نتلافاها، في لاعبين جاهزين بسكور، وإن شاء الله ثلاث نقاط يعني نوصل للنقطة 12 بإذن الله على الدرجة الثانية. عزوم لقاء الرحمي وسلقين، لقاء قمة دوري الدرجة الثالثة، الفائز راح يقطع شوط كبير بالنسبة للتأهل للدرجة الثانية، الفريقين دخلوا المباراة بتسع نقاط، الفائز كما أسلفت أنه راح يكون بنسبة 90% بطل لدوري الدرجة الثالثة. طبعاً مثل ما شفنا مباراة قمة بين نادي الرحمة دركوش ونادينا سلقين، طبعاً الشوط الأول خلال قراءة سريعة نادينا قدر يستحوذ على أول 20 دقيقة من الشوط الأول، وقدر نادي الرحمة يدخل جو المباراة بآخر 20 دقيقة وسيطر على بعض المجريات. الآخر خمس دقائق كانت متكافئة من الفريقين، إن شاء الله في تكتيك مغاير لأن راح يكون بالشوط الثاني. أيمن كده أنت مرة ثانية كده. قدمنا مباراة نحن وفريق الرحمة، فريق الرحمة كان فريق جيد محضر، فريقنا ما قدر يستفيد من الفرص اللي أتاحت له، التزمنا بتعليمات المدرب ولكن ما استفدنا. هارد لك للفريقين لأني نحن بنحتل المركز أول ثاني. كانت لعبة حلوة الحمد لله رب العالمين بين الفريقين، فريق سلقين يعني ما شاء الله عليهم، شباب كلياتهم كويسين وأمورهم جيدة الحمد لله رب العالمين، وفريقنا كان بالمقابل يعني كمان تمام الحمد لله رب العالمين، طلعنا بالتعادل وهذا بيرضي الطرفين، يعني هن عندهم تسع نقاط ونحن عندنا تسع نقاط والحمد لله رب العالمين.